أنا سعيد جداً اليوم في تواجدي في مستشفى الأورام في مصر. صراحة لو بأتكلم عن أكثر شيء شد انتباهي، شاهدنا اختلاف في يعني تواجد الجنسيات من جميع الدول العربية، وهذا مش مختصرة فقط على يعني أبناء جمهورية مصر. أنا صراحة وجدت ازدحام شديد للمرضى في المستشفى، وفي توسعات وجهد كبير. أنا أتمنى كل واحد يسمعنا الآن أو يشاهدنا أن لا يبخل بأن يرسم البسمة على وجوه كثير من المنتظرين خارج المستشفى، فأعداد الناس الأطفال اللي ينتظرون العلاج خارج المستشفى أعداد مضاعفة عن الموجودين داخل المستشفى. وأتمنى إن شاء الله أن نشوف المستشفى هاي أكبر وأكبر، وأشوف كل منشآتها توسع حتى نستوعب بقية الأطفال. أشكرك. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان.